تعالوا نشوف مقادير الدجاج السويت اند ساور او الدجاج الحلو الحامض. هو من احد الاكلات الاسيويه المصريين بيحبوها جدا جدا جدا، وبتتشال في الفريزر حلو. عايزه اقول لكم ان كل ما بتقعد في الفريزر بتحلو. 3 صدور من الدجاج مقطعينهم شرايح، عندنا معلقه كبيره من الثوم المفروم، كوبايه ذره حلوه، وكوبايه جزر مفروم، معلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من السكر، نص كوبايه من صوص الكاتشب، ونص كوبايه من صوص الباربيكيو، معلقتين كبار من صوص الصويا، وده اختياري ممكن نستغنى عنه خالص، زيت سمسم، وزيت السمسم يبدل بالزيت النباتي العادي خالص برضو، معلقه صغيره من الجنزبيل الباودر، معلقه صغيره من البابريكا، وملح وفلفل اسود. بنعمل دلوقتي الفراخ السويت اند ساور. حطينا الكاتشب وهنحط اهو الباربيكيو. صوص الصويا، والفراخ دي ليها يعني طريقتين، يا اما والخل، يا اما هنعمل تتبيله، يا اما يا حبايبي هناخدها تشويحه سريعه على النار. وانا في رايي بما اننا عايزين نوفر وقت فاحنا هناخدها تشويحه النار. حطينا الثوم، ده زيت زيتون يا جماعه مش زيت سمسم، والله العظيم زيتون، ده لونه اخضر. نوع ايه؟ عايز اعرف نوعه. طيب عشان ما اجيبوش. بابريكا، سكر، الجنزبيل، وممكن يبقى جنزبيل طازه ما فيش مشكله خالص. يلا بينا. دي طريقة سريعة للفراخ السويت اند ساور، هي الطريقة بتاعتها نشا وبنقلي وبنقلا. احنا مختصرين كل ده، عاملينها صحية اكتر من غير القلي، وعاملينها اخف يعني، وعاملينها اسرع بكتير جدا بالطريقة دي. وادي الجزر، هناخد كل الكلام الجميل ده نقلبه مع بعض. مش محتاجين ملح غير حبة صغيرة خالص، عشان مكوناتنا المالحة كتير في الوصفة دي، والباقي بقى فلفل اسود. يلا بينا نقلب. وهنحط الفراخ في الخلطه دي. وعايزه احط ووك على النار. انا قلت لكم بما اننا يعني بنحاول نختصر في الوقت النهارده، فاحنا هنمشي الدنيا سريع سريع، كله ياخد تشويحته على النار فننجز في الوقت. ادي الفراخ تتقلب كويس جدا مع كل الخلطه دي. الخلطه دي هي اللي هتعمل لي الصوص، فمحدش هيفرط فيها خالص، دي اهم حاجه. وبالمره يلا احنا بنختصر وقت وعايزين شغل عملي وسريع، هنحط كمان الذره. فكده اكلتنا كلها بقت يا اما كده وتتشال في الفريزر متبله، يا اما تنزل طاسه وتتشال نص سوا او حتى سوا كامل. في جميع الحالات هتكون جميله جدا، وطبعا المناسب لوقت حضراتكم وذوقكم هو اللي هيكون، ما عندناش اي اعتراض عليه. الخلطه اللي حطيناها على النار دي عايزين نحط لها شويه ميه عشان يبقى عندنا صوص كده حلو. ونسيب الكلام ده كله بقى تقليبه كده ويستوي مع بعضه. هتاخدوا شويه فراخ ملهاش حل، مع اول غلوه في الصوص هنشيل من على النار الفراخ دي، هتكون استوت اصلا، احنا مقطعينها جوليان رفيع جدا جدا، مش محتاجين نبذل جهد يعني في سواها.